السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. هنتكلم عن نتائج مباريات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020. الدوري المصري الممتاز الأسبوع 19، بيراميدز فاز على طنطا 3-0، أحرز الأهداف عبد الله السعيد في الدقيقة 49 والدقيقة 58 من ضربة جزاء وفي الدقيقة 60. الأسبوع 18 للدوري المصري أيضا، الاتحاد السكندري تعادل أمام الزمالك 1-1، أحرز هدف الزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 44، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندري في الدقيقة 93. الدوري الأوروبي، اليوروبا ليج، ربع النهائي، إنتر ناشيونال أو الإنتر ميلان فاز على باير ليفركوزن 2-1، أحرز هدف إنتر ميلان. طبعا إنتر ميلان تأهل للنهائي لنصف النهائي، أحرز هدف إنتر ميلان نيكولا باريا في الدقيقة 15، روميلو لوكاكو في الدقيقة 21، وهدف باير ليفركوزن كاي هافرتس في الدقيقة 25. مانشستر يونايتد فاز على كوبنهاجن 1-0 في ربع النهائي، ايضا احرز هدف برونو فرنانديز في الدقيقه 95 الشوط الاضافي الاول بعد التعادل 0-0 في المباراه. الدوري السعودي الاسبوع 24، الشباب فاز على التعاون 1-0، احرز هدف عبد المجيد السليهيم في الدقيقه 67. النصر فاز على ابها 2-0، احرز الاهداف عبد الرزاق حمد الله في الدقيقه 58 واحمد موسى في الدقيقه 62. العدالة فاز على الحزم 2-1، أحرز هدف العدالة كارلوس أندريا هاتسونورو في الدقيقة 64 ورياض شراحيلي في الدقيقة 75، وهدف الحزم أحرزه كارلوس ستراندبرغ في الدقيقة 24. الهلال السعودي فاز على الفتح 2-1، أحرز هدف الهلال بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 38 والدقيقة 87، وهدف الفتح أحرزه بافيتيمبي جوميز هدف في مرماه في الدقيقة 53. الدوري المغربي الأسبوع 21، الوداد البيضاوي فاز على أولمبيك خريبكا 3-2، أحرز أهداف الوداد إسماعيل الحداد في الدقيقة 41، كازادي كاسينجو في الدقيقة 70، وهدفي أولمبيك خريبكا أحرزهم حمزة عسير في الدقيقة 21. ما زالت مباراة الدفاع الجديدي والجيش الملكي 1-0، وأحرز الهدف للدفاع الجديدي سيكو كامارا في الدقيقة 44. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم نتائج مباريات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.